على مسافة 100 كيلومتر يربط الطريق المزدوج من أوبيجايا بطريق السيار شرق غرب. اليوم وبعد حل مختلف المشاكل العالقة التي عثرت وتيرة الإنجاز دفعة جديدة يعرفها هذا المشروع. فلقد انتقل لمرة أخرى السيد الوالي لمعاينة هذا المشروع رفقة السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المدراء التنفيذيين وسلطات الولاية. وفي لقائه مع مسؤول الشركة الصينية شدد السيد الوالي على وجوب الإسراع في استكمال ما تبقى من هذا المشروع الحيوي. الأشغال جارية حاليا على مستوى الشطر الثالث من المشروع الذي يمتد من تقرية وصولا إلى أميزور والقصر على مسافة قدرها 26 كيلومتر. نظرا لطبيعة تضاريس المنطقة فقد استلزم إنجاز عدة منشآت فنية بهذا الشطر على غرار الجسور، وكذا نفق بطول 1.66 كيلومتر على مستوى منطقة سيدي عيش، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا الأخير 80%. الأشغال المتبقية تخص حفر 155 متر لتكملة هذا النفق. بالنسبة لأشغال إنجاز المنشآت الفنية فهي متقدمة بنسبة 65%. أما الأشغال التي تخص إنجاز الطريق فلقد وصلت إلى 43%. السيد عفير مسؤول المشروع يلخص لنا تقدم هذه الأشغال. نقوم هنا في النفق سيدي عيش، طول 1.6 كيلومتر، نفقين. دونك راكم واش راكم تشوفوا في النفق هذا، النفق هذا نسبه الكروزمون هنايا شحال رانا في حوالي 80%، هذه بقات الاشغال 155 متر لي بور لا جونكسيون، باش نديروا عندي لا جونكسيون تاعين اونتر لي دو. وكما راكم تشوفوا هنايا رانا في لا ناتور، يعني هنا في لا ناتور جيولوجيك تاع الصخره هنايا. سي اون واش لقينا الصخره، ماشي صخره مليحه بور لي تونيل، سي صخره سي لا روش ان بو تري تري فريام. دونك لافونسمون تاع الاخر تاع الكروزمون يكون ضئيل جدا. دونك هذا هو المشكل، سي بارابور على ناتور دو سون. دونك هذه عندنا المشكل تاع الاخر، مشكل تاع جيولوجي بحتا. وهذا هو الصعوبات من الصعوبات، وكاين ثاني صعوبات تاعنا في التونال في استعمال. هنا ما استعملناش ني اكسبلوزيف، دونك وعلاه؟ باسكو كاين ديار الفوق، دونك ما نقدروش نستعملوا دي مويان وين قادرين نافونسي، ما نقدروش على جال الصخره، وكاين اوسي ديزابيتاسيون. من المقرر استلام شاطر يمتد على مسافة 10 كيلومتر خلال السداسي الأول من هذه السنة الذي يخص محول أميزور باتجاه القرية الفلاحية بالقصر. نسبة الأشغال بلغت 95%، تخص المنشآت الفنية. أما أشغال إنجاز الطريق فنسبتها 90%. أشغال إنجاز الشطر الرابع والأخير من هذا المشروع الضخم الذي يربط بين أميزور وميناء بجاية على مسافة تقدر ب 22 كيلومتر ستنطلق قريبا. الدراسة التي تخص المقطع الأخير قد أنجزت، فمصالح الوزارة هي الآن بصدد دراستها. إن إنجاز الطريق السيار بجاية أحنيف سيسمح لدى تسليمه بتفادي الازدحام المروري والتخفيف من حركة المرور على محور الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة. وفضلا عن هذا ستستفيد كافة المؤسسات الاقتصادية الصناعية من العديد من المزايا الاقتصادية، لا سيما تلك الواقعة بمناطق النشاطات في كل من قصر وأقو،
كما يوضحه لنا السيد والي ولاية بجاية. الشيء اللي لاحظناه اليوم هو كاين تقدم ملحوظ، تقدم يعني مقبول فيما يخص إنجاز المنشآت الفنية، هي اللي كانت يعني كانت تطرح لنا مشكل يعني في التقدم. اليوم بين الشريك يعني الأجنبي والشركة العمومية ساطا فيه تقدم ملحوظ، كذلك فيه تقدم يعني ملحوظ، ولكن يعني طريقة العمل ونوعية يعني التربة اللي رانا نشوفوها في النفقين صعيبة. اليوم نفق يعني من على شهرين ونص راح نفتح نفق، وهذا تقدم يعني كبير، لأنه في ظروف صعبة اللي يخدموا فيها يعني العمال والآلات نتاعهم. النفق الثاني فيه مشاكل أكثر، من على 4 شهور باش تنتهي به الأشغال، يعني يكون أشغال الحفر وكذلك أشغال يعني الخرسانة، يعني البيتوناج ديفينيتيف نتاع هذا النفق. فيه كذلك بعض يعني المشاكل يعني مع المواطنين، يعني السكان حتى اللي يعني داو يعني داو التعويض، داو حقهم، وراهم مازالوا يعني مصرين باش ما يخرجوش من الأملاك نتاعهم. رانا قايمين بهذا المهمة باش خرجوهم، وكذلك باش نفسحوا المجال يعني نحر هذا الطريق لهذه الشركة باش تتقدم تواصل أشغالها وتقدم فيها هذا الطريق. السيار يعني عرف يعني تذبذبات، وخاصة ابتداء من 2015 اليوم. اليوم أمور ماشية، الشريك عنده يعني أمور يعني فيما يخص يعني التسديد يعني الفواتير تاعو، رانا باتصال مع وزارة الشغل العمومية وكذلك الوكالة الوطنية للطرق السيارة، الأمور راهي ماشية. وهذه هي خاصة، وهذه يعني بالفعل يعني هذه الوقفات هذه اللي تعطينا الوضعية الصحيحة والمشاكل يعني الصحيحة، وكذلك باش ناخذ الإجراءات اللازمة لتحسين يعني أداء هذه الشركات ونجيب لهم الدعم اللازم باش نربحوا في الوقت. عندنا الشطر تاع 10 كيلومترات راه منجز، مازال باش نشوف المدخل والمخرج نتاعو باش نفتحوا يعني السير يعني نتاع السيارات ولا سيركيلاسيون. عن قريب ان شاء الله راح نفتح هذا الشطر باش نخفف شويه الحركه المروريه هنا في بمحاذاة طريق السيار. كذلك عندنا يعني محولات يعني دوزي شونجور باش ننطلق في الاكسبروبرياسيون تاعهم، وكذلك باش الشريك الاجنبي باش ينطلق فيهم حسب الدراسه ونحطهم في المكان تاعهم اللي تعيناتو هذه الدراسه.